اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومعكم بث مباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من المحطه الطرقيه ولاد الزيال. كيف ما كتشوفوا معنا هنا، يقام تكوين السائقين المهنيين، وثلاث اسابيع فقط هي المده الكافيه لاخذ البطاقه المهنيه، بطاقه اللي كتسمح لكل سائق الاشتغال باريحيه. كيف ما كتشوفوا معنا هنا، كيتم تسليم البطاقه المهنيه، تكوين الاولي، تكوين المستمر، التكوين بالمسلك، تسليم رخص وشهادات السياقات الاليات الاشغال العموميه بمختلف انواعها، بالاضافه الى تكوين سائقين مركبات نقل المواد الخطيره. نعود نذكركم من جديد، نحن بمدينه الدار البيضاء وفي بث مباشر من المحطه الطرقيه ولاد زيان. هنا يقام تكوين السائقين المهنيين، وكيتم تسليم الرخص والشهادات ديال السياقات الاليات مختلف انواعها في غضون ثلاث اسابيع هي المده الكافيه للحصول كل سائق على البطاقه المهنيه. السلام عليكم سيدي. ممكن تعطينا تفسيرات حول هذا التكوين اللي يتقام من اجل السائقين المهنيين؟ على تواصل مع السائق المهني في اطار دوره تخصيصيه وتوعويه بتحتي على الالتزام باوقات السياقه والراحه وعدم استعمال الهاتف المقال، وحتى المتفقين والمسافرين على استعمال التزام الامان باعتبار واحد الاداه واحد الوسيله لحمايه السائق وحمايه الركاب، كذلك الحث على الالتزام باجراءات والتدابير الصحيه المنصوص عليها من طرف وزاره الصحه. جراء الوضع الحالي، هذا الوضع الله يحفظ بلادنا ويحفظ العالم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى رفع لنا هذا الوباء، يعني خاصة كما كنعرفوا بأن المحطة الطرقية ونقل الأشخاص كان تقريبا ما يزيد على سنة نظرا للترفية الحرجة والصحية اللي مروا من العالم وبلادنا. وبالتالي العنصر البشري هنا سنتكلم مع العنصر البشري باعتباره هو المحور وهو الاساس للالتزام واحترام الاجراءات والتدابير السلامتيه في الفضاء الطرقي او في المركبه ديالو، حتى المسافرين على استعمال حزام الامان. وهنا كنعرفوا بان انا هذيك الشركه الناقله حول المسافرين هناك واحد العقد يربط، يعني ان لم يكن عقدا مكتوبا فهو عقد معنوي من اجل يعني ايصال هذاك المواطن او المسافر من نقطه الانطلاق الى نقطه الوصول بكل امن وامان وسلم وسلام، على اعتبار ان السائق المهني سيقدر هذه المسؤوليه الملقاة على عاتقه لنقل الاشخاص، لانه راه ما كيهزش بطاطا ولا مطيشه في ارواح اللي هي تقدر تكون خسائر ماديه، ولكن السائق المهني خاصة الأشخاص كيحمل أرواح حياة. وأنا دائما كنقول للسائق المهني اللي كيسوق الحافلة باش يركب من الباب الوراني ما يركبش من الباب القدامي ويمشي للمقعد ديال الشموع، خاصو يركب من الباب الخلفي ديال الحافلة باش يمر في هذيك الزنقة ديال الحافلة ويشوف أنه كيهز أرواح شباب وشيوخ ومختلف الفئات ومختلف الأعمار، وأن الحياة ديالهم والسلامة ديالهم راه ملقاة على عاتقه، ويجب أن يلتزم بجميع القوانين خاصة قانون اقتراب السرعة القانونية بغض النظر عن الصعوبة على يعني هذاك القرص ديال السرعة، خصو يلتزم بأوقات السياقة والراحة، وهذا الشيء كله من أجل السلامة غير على السائق المهني ولا حتى هذوك المسافرين اللي ما عندهمش إذا أنهم ركبوا واحد الحافلة اللي كيسوقها مثلا واحد السائق ما التزمش أو ما احترمش القوانين. كنعرفوا بأن السائق المهني تبارك الله عليهم راه هما المحور ديال النقل والتنقل بالمملكة، والدور ديالهم جسيم في السلامة الطرقية وكبير جدا، وهم يعني العنصر اللي خصنا نتواصلوا معاه مباشرة. واش تكوين السائقين المهنيين تيكون غير محسوب على أصحاب الحافلات، ولا كاينين وسائل نقل أخرى كيتم التكوين ديال التأقلم ديالها؟ نعم، يعني منذ يعني بزوء مدونة السير أو خروج ديالها إلى حي السن في الإنسان في الأسرة،
فكانت اول ما جات لي هو السياقه المهنيه اللي ما كانتش عندنا في السابق، وبالتالي تم تنزيل بنود ديال السياقه المهنيه اللي كتلزم ان كل السائقين المهنيين انهم ما يمكنش ليسوا الا ما كانش كيتوفر على بطاقه السائق المهني. مش هذاك الزمن اللي كان فيه ان السائق كيحصل على رخصه السياقه، يمكن انه يكون سائق ديال اي حافله او لا مركبه نقل بضائع او سيارات اخرى او نقل مدرسي او نقل مستخدمين، فانتهى هذا لا يعني ابتداء من 2010، وبالتالي هنا تم تفعيل او تنزيل بطاقه السائق المهني والسياقه المهنيه على كل سائق مهني يجب ان يتوفر على بطاقه سائق مهني من اجل الولوج الى المهنه او التزوج. شكرا. واحد السؤال بالاضافه للسؤال الاسئله اللي طرحت عليك، واش بطاقه ديال السائق المهني يمكن تخاد اوتوماتيكمون من بعد ما يكون الشخص حصل على رخصة السياقة؟ أولا بالنسبة كنعرفوا بأن يعني الوزارة الوصية في الطلب ديالها وفي حوار مع المهنيين يعني في 2019 هو كان 2019، فكان يعني عطات المجانية بالنسبة للسائقين المهنيين واللي بدا الشرع في التشكيل بالمراكز المعتمدة لهذا الأمر ابتداء من شهر سبتمبر 2020، الناس يعني السائقين المزاولين اللي كيتوفروا على الشهادة ديال الفحص الطبي ما بين غشت 2017 وغشت 2020 أنهم يمكن لهم يتسجلوا في المراكز المخصصة لهذا الغرض هذا مجانا من أجل تعميم الحصول على بطاقة السائق المهني. بالنسبة للسائقين المبتدئين أو الجدد فهما يعني ما تحولش لهم هذا الأمر هذا أنهم يستردوا مجانا، ولكن يمكن أنهم يتوجهوا للمراكز المعتمدة من طرف الوزارة الوصية من أجل القيام بدورات تكوينية تستغرق بالنسبة لنقل الأشخاص يعني الحافلات تستغرق 13 يوما بمهدد 8 ساعات في اليوم تتخللها سواء تكوين نظري وتكوين تطبيقي يعني في الحلبة ديال التكوين وفي الطريق العمومي. وبالنسبة لنقل الأشخاص فهذه المدة هي 10 أيام، المدة كذلك 8 ساعات في اليوم مجموعة 8 ساعة فيها يعني الشق التطبيقي وهناك الشق النظري، علما بان هذه المده اللي تحددت عليها راه قبل 2019 كانت اكثر من ذلك، يعني كانت 4 أسابيع بالنسبه لنقل البضائع وكانت 6 أسابيع لنقل الاشخاص، وخرج يعني القرار ديال التخفيض ديالها الى 10 أيام بالنسبه لنقل البضائع. كاين واحد السؤال، شكرا بزاف، كاين واحد السؤال طرح علينا الان، قال لك واش هذه البطاقه المهنيه غيستافد منها شي فور في شي حاله؟ نعم، هناك اطار يعني كنعرفوا بان هي كتدخل في اطار الولوج الى التغذيه الصحيه بالنسبه للسائق المهني، وكانت مجموعه يعني من الدورات ديال التمثيليات المهنيه اللي كانت ناقشات مع الوزاره الوصيه من اجل انه يجي مجموعه من المسائل اللي يمكن يستفيد منها السائق المهني، وكذلك ان يعني اعتبار الولوج الى المهنه هو امر اساسي. وبالتالي فالجديد او القادم سيكون احسن باذن الله، وذلك بعد التعميم ديال البطاقه المهنيه، ومن بعد يمكننا ندخلوا لتنفيذ الوعود اللي جات فيها الوزاره الوصيه مع محاورها من الممثلين المهنيين.